سلام البنات، معكم ام زكريا. اللي ما كتعرفنيش كنقدم ليها نفسي، انا ام زكريا، عندي قناة متنوعة، وإلا جات على خاطرك اختي العزيزة تشتركي معايا فضلا وليس امرا، تضغطي على المربع الاحمر اللي تيكون تحت الفيديو وعلى الجرس باش يوصلك دائما كل جديد ديال ام زكريا، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالك اختي الفاضلة. اليوم عزيزتي غندير معاكم، انا عندي شويه الحويجات المشتريات ديالي، ما عرفتش من غنبدا لكم، نبدا لكم قلم من بريمارك. بريمارك هو الاول، غادي نبدا لكم من بريمارك اللي معروفه طبيعه الحال، اللي كنت درت لكم فيديو سابق. خديت هذا البنات، هاد السويك انا نوري لكم، غزال غزال رائع. سمحوا لي غنحل الباب. هاني رجعت اخواتي، ما عرفت فين هو الساك. ها هو اللي بهذا الشكل الجميل جدا، كيتهز، تقدري تهزي هكا وكيتهز بالسمطه طويله. هذا البنات كان واقيلا بلاتي الثمن ديالو الاخر كان ب 10 اورو، داروا ليه 5 ديال الاورو، 5 يورو كيف كتشوفوا، ما عادش غتبان لكم مزيان ولا لا، ولا ب 5 اورو كان ب 10. وزوينين، الخدمه ديالهم نقيه، هادشي ماشي جلد، ماشي جلد بالحق، الخدمه ديالهم نقيه يعني كيصبروا. انا ديما هادو هما السكن ديالي اللي كناخذ، عمرني ما خديت شي ساك عمرني ما خديت شي ساك ديال الجلد غالي يعني بثمن غالي، ما عندي لا جاني كادو صافي. هذا 5 اورو الشكل ديالو هو هذا، في موطارد، وكاين حتى الكحل. هادو اللي بغيت نقول على سميتها المحل ديال بريمارك، راهم ما كيديروش الرباخه بحال المحلات الاخرين. بريمارك كيديروا ديسكوينتو على العام كامل، يعني تقدري مثلا، حيت بزاف الاخوات كيسولوني على هذا السؤال، تقدري مثلا هذا الاسبوع مشيتي لقيتي هذا بخمسة اورو مثلا ناقصين منه، تقدري الغد الاخر او الاسبوع اللي جاي تلقيه بالثمن ديالو 10 اورو. هذا يقدر يطلع، يقدر يبقى في الثمن ديالو، يقدر يهود اللي بغيت. نتمنى نكون شرحت لكم مزيان. واللون ديالو موطارد، كان غيط موطارد بهذا الشكل هذا. نوريكم الداخل ديالو، يعني كبير تهزي فيه حوايجك، والشكل ديالو مزيون. هادو ديال بريمارك. واللي خديت عاود، خديت هذا ديال الحضور، حتى هو جد جد رائع. هذا في الذهبي، وكاين الكحل، الذهبي والكحل. هذا جا في هذا الشكل هذا، هذا ب 6 اورو، كانوا هادو تاهما ب 10 اورو ولا مع 12 اورو، والله ما عقلت. المهم كان يا 10 يا 12، وداروا ليه 6 اورو. هذا تاهما مزيونين، هادو من قل من 10 اورو، ما تديهمش الرخيص، الرخيص قل من 10 اورو، لا في بريمارك ولا من غير بريمارك كيديروا كتر. الشكل ديالهم بحال هكا، وفيهم السنسله طويله، بغيتي تهزي هكا بالسنسله، بغيتي تهزيه في يدك هكا انت واللي تبغي في المناسبات. وكيتحل، عرفتش الطريقه ديال الحلان ديالو، عندك غنهرسو هاتي، كيتحل بحال هكا. هذا هو الشكل ديالو، مزيون ذهبي، ما عادش كيبان لكم مزيان اللون ديالو ولا لا. هذا تا هو من بريمارك. هادو هما اللي خديت، وبغيت نوريكم واحد بالنسبه للاخوات اللي كيضرهم مثلا، كيكون عندهم شي وعكه في الكتف او في هكا سيربيكاليس يعني في العنق ولا في الظهر، فهذه خديتها من ديالز. ديالز راه كاينه في، كاينه في ازلاسول، واحد تيندا كيبيعوا كلشي باورو 50. هذه زوينه اللي كتشوفوا في الصوره هنايا، ديال اللي كيضروا ظهرو او الكتاف او اي بلاصه كتحرقك، هذه زوينه كتحيد الدولور يعني الالم ديال الظهر والكتاف وداك الشيء. جات في هذا الشكل هذا، هي هذه، هي بحال لصقه، انا درتها غير خليتها باش نوريها لكم. بالنسبه اللي كيعانيوا من هذا المشكل، هذه زوينه، دايرين فيها واقيلا شي ماده بحال كتسخن، كتكون فيها هنايا واحد اللصقه كتحيديها وتلصقيها في الجهه اللي كضرك في الظهر. هي هذه جات في هذا الشكل، وهذا هو الشكل ديالها، اورو و50.
من ديالز. هذا فيما يخص اللي خديت من ازلا اسول. نحيدو هادشي. وهذه حتى هي ديال هكا السفر اولا بغيتي تكاي ولا شي حاجه. هذه باورو 50 حتى هي من ديالز. ديالز ما عرفتش قلتها مزيان ولا لا. راه دايره فيديو الا بغيتو تشوفوه. كلشي باورو 50 لي شامبوان كريمات المواعن فيهم كلشي. واللي خديت من راسترو غادي نوريكم دابا البلاكيور هذا. نتمنى يكون بان لكم مزيان. هذا خاتم خديت جوج بخمسة اورو. وهادو ديما كناخذ من عندهم البنات. ما كيبياتش ليا هادشي. ما كيبياتش ليا. زوين البلاكيور ديالهم. هادو جوج بخمسة اورو. كتاخدي خاتم خاتم او خاتم سنسلة او خاتم غورميت جوج بخمسة اورو. هادو خديتهم بجوج بهم. هذا وهذا بخمسة اورو. هذا الشكل ديالو تاهو مزيون كيف كتشوفو داير. هادو بجوج بخمسة اورو. الشكل ديالهم زوين. ولا حافظتي عليهم بحال مثلا ما ديريهمش في الماء والريحه كيبقاو مزيانين. انا كيصبروا لي. انا جبت لكم واحد الكورميت اللي شاريها من شحال هادي شي نقول لكم شي 3 سنين وقيله وباقا هي هي. علاش؟ حيت ما كنقرب ليها لا ما لا ريحه. هي هادي هاد الكورميت هادي. نتمنى تكون بانت لكم مزيان. هادي خديتها بخمسة اورو باقا هي هي شي 3 سنين دابا. صفرات تحلفي عليها تقولي ذهب. نتمنى تشوفوها وقيله في يدي احسن. هادو من بلاصه كاستيا من راسترو ديال بلاصه كاستيا. وهذه كتكون تف ديال الوتشي. راني مورياكم اللي بغات تشوف راه في الفيديو مبينه الراسترو ديال الوتشي. تساروا في القناه باش تشوفوا. راه دايره لكم بلاكيور اللي كاين تما كناخذ من عندهم دائما. انا غنقلب لكم على واحد المكانه حتى هي. هذه حتى هي 5 اورو ما بيضتش ليا. هذا ديال مرياج بجوج اورو. هذا حتى هو الا حافظتي عليه ما غادي يطرى ليه حتى شي حاجه. غادي يبقى هو هو. عندهم بلاكيور زوين صراحه وكيصبر حيت عن تجربه اللي خديت منهم انا. ودابا غادي نوريكم هادو ثلاثه. هادو ثلاثه كيجيو بهاد الشكل هذا. هادو خديتهم بثلاثه بعشرة اورو. بثلاثه الشكل ديالهم. وهذا كيجيو زوينين في اليد هكا الحضور لا شي بحال دابا. واخا تكوني غير خارجه في شي بلاصه ولا شي حاجه تقدري ديريهم. الشكل ديالهم مزيون. هما هادو ثلاثة بعشرة اورو وتا هما كيصبروا. هي اللي كناخذ من عندها دائما تقريبا كاع البلاكيور اللي عندي خايداهم من عندها. ودابا غادي نوريكم ما عرفتش باقي عندي شي بلاكيور ولا لا. هذا واحد تريكو. وحده كتبيع كل شيء بستة اورو. عجبني هاد التريكو هذا بستة اورو اللي جاب الشكل بحال ملبس بقميجة. وهذا الشكل ديالو فيه الكميمات ستة اورو. عندها قويم جد زوينين بستة اورو. هذا عادي بحال هكا الخدمة ولا شي حاجة فهمت. ماشي زعما شي حاجة يعني. مهم عادي تريكو عادي ملبس هكا بحال القميجة. عجبني الشكل ديالو. هادو بستة اورو. كاينه واحد تما كتبيعهم. وهادو حتى هما البنات بالنسبه اللي كيعاني راه كاينين حتى في الدي. بالنسبه اللي كيعاني عامرين فيهم ريحه الخزامه. عامر بالخزامه هذا. هادو حتى هما بالنسبه اللي كيضروا الكتاف كتسخنيه في الميكرون وكتحطيه هكا ثلاثه المينوتوس ثلاثه دقائق ما تزيدي ما تنقصي. كتسخنيه وتحطيه كيسخن. هذا تا هو بالنسبه للكتاف هكا اللي كيضروا كتافو راه زوينين. هادو كاين حتى في الدي. راه وريتو لكم واحد الخطره. هذا خديتهم من راس تروبان وليو خديتهم توب ومعمرينو. كيعمروا بالقمح كيعمروا بالعظام ديال حب الملوك كل حاجه باش كيعمروا. المهم هذا كتسخني وكتحطي على كتافك. انا خديت ديال الخزامه فيه ريحه زوينه. كتعرفوا الخزامه راه زوينه البروده. وهذا ما اللي خديت من راس ترو. بلاتي حقا نسيت باقي البلاكيور. باقي البلاكيور. هانتوما كيديرهم هكا باش الا بغيتو ريكالو ولا شي حاجه. هادو ماغن. هادي يا سلام شي حاجه رائعه جدا. هاد الشكل هادو راه الفري ديالهم غاليين البنات.
هذا غير ايميتاسيون. هادو كان كيدير ليهم، دار ليهم 12 اورو، خلاها ليا ب6 الاورو. والشكل ديالها جد رائع، كتماوج كتولي بحال البلاطا وبحال الخضر فيها اللوينات. هي هذه الشكل ديالها، كتجي بحال هكا مزيونه. دايره الفري ديالها غاليين 6 الاورو. وكيصبروا هادو حتى هما كيصبروا الا حافظتي عليهم، كتنقص وكتزاد من هنا بالنسبه للماغن. بالنسبه لبغيتي تاخدي هذه لحبابك هكا للمغرب ولا شي حاجه، فشي حاجه كتحمر الوجه وزوينين. وهذه حتى هي في الكحل، هذه انا كيحمقوني الماغن. هذه في 6 اورو حتى هي، الشكل ديالها بحال هكا 6 الاورو. هذه حتى هي كتزاد وكتنقص. الكحل ديالها وواحد البراسلي حتى هو غزال غزال، عجبني حمقني هو هذا. انا غنوريكم نشوف من كيتحل. يتحل هكا، باش يتسد. صبر، هادو راه ماشي من، كيجي بحال هكا في هاد النجيمه هكا، كيجي حتى هو رائع جدا في هاد الحجيرات، وكيجي زوين في اليد. حمقني انا غزال. هذا 5 ديال الاورو حتى هو، الا حافظتي عليه كيبقى هكا البلاكيور ديالو مزيون. هما هادو. ودابا غنوريكم بيجامه رائعه جدا سخونه. ها نتوما كي كتشوفوا مقطنه، ها نتوما لا غلا على مسكين 7 ديال الاورو، 7 اورو. هذه دايرين فيهم اوفرتا، راه كاين واحد كيكون في الراسترو ديال الوتشي بالنسبه للاخوات اللي في مدريد، كيكون في الراسترو ديال الوتشي اللي كنعرف انا، كيكون في الراسترو ديال الوتشي وديال بلاصه كاسيا، كيبيع البيجامات شي حاجه كاليتي وعندو رخيص وزوين داكشي. بالنسبه للبينوارات 8 ديال الاورو، راه درت لكم، عنده في الفيديو السابق، راني درت لكم جوله عنده في المحل ديالو، عنده داكشي زوين بزاف. ها نتوما من الداخل مقطنه، وخديت هاد اللون هذا. هادو 7 ديال الاورو، السروال ديالها عادي اللي بغات تسخن في هاد البرد هذا، وزوينين زوينين وسخان. واللي بغات تشوف مزيان راه دوز للفيديو تشوف داكشي اللي عنده، راه بينت لكم بينوارات بيجامات كاع داكشي اللي عنده. وكان واقيلا ما عادش نسيت ولا ما نسيت حاجه. شوف صافي، كانوا هادو هما المشتريات اللي شاركت معكم في هذا الفيديو هذا. نتمنى ينال الفيديو الاعجاب ديالكم، تستافدوا ربما اللي بغات هذه تمشي ليها، تبقى اللي بغات هذه حنا كنتشاركوا داكشي اللي كناخذ كنوري لكم، باش اللي عجبتها شي حاجه وجات على قد جيبها تمشي تاخذها في البلاصه اللي قلت لكم، راسترو بلاصه كاستيا والراسترو ديال الوتشي، هادو هما اللي كنمشي لهم اللي كناخذ منهم البلاكيور. وبريمارك خلاص كاين اللي كنمشي ليه ديال غرامبيا وديال ازلا اسول، وكاينين بريمارك بزاف موجودين. هادشي اللي كاين، هادو هما المشتريات ديالي. نتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ولا نال الاعجاب ديالكم خليو لنا جيم واشتراك، ومع السلامه. والبارطاج ما تنساوش، لحقاش البارطاج كيساعد القناه باش كتطلع كيتعرفوا عليها الناس. وهذا مكان عزيزاتي، مع السلامة إلى فيديو قادم إن شاء الله.